اهلا بحضراتكم في فقره الخميس المميزه مع المميز محمد الباز وتحليل وارقام مختلفه. النهارده حصاد يمكن نهايه الدوريات الخمسه الكبرى هيشرح لنا ونشوف افضل لاعب وافضل فريق وحاجات كتيره جدا على المستوى الفني مع نجمنا محمد الباز. باز ازيك؟ ازي حضرتك؟ مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. يلا محضر لنا ايه النهارده؟ يعني في الحصاد لازم نبدا بتشكيله، يعني افضل تشكيله، افضل بوزيشنز، مراكز في الخمس دوريات الكبرى. احسن 11 لاعب على مستوى الدوريات الخمس الكبرى في اوروبا محضر لنا، يلا نبدا بيهم. خلينا نبدا بالتشكيله. طبعا يعني لو هنفترض نلعب ب 4 3 3 وهي برضو اشهر سيستم معظم المدربين في الدوريات الكبرى بيلعبوا بيهم، يعني لو نعرض التشكيله نبدا بحارس المرمى كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الاخطبوط العظيم، كان له دور كبير جدا في تشامبيونز ليج وفوز ريال مدريد زي ما شفنا امام ليفربول في النهائي. يعني قول لي ليه مش اليسون بيكارت على سبيل المثال كمان عمل موسم اكتر من رائع؟ هل اخترت كورتوا نتيجه بس المباراه النهائيه امام ليفربول وتالقه الكبير، ام على مستوى الليجا الاسبانيه كان متفوق؟ يعني طبعا اخترته علشان النهائي بس ولا كان على مستوى السيزون كاملا؟ يعني هو للامانه اولا لان في النهائي كان ليه دور كبير جدا، يعني اثرت بالنهائي بشكل كبير جدا، لا 9 تصديات جوان بشكل كبير جدا، 9 تصديات شالهم كورتوا من قلب المرمى، يعني 3 4 من محمد صلاح لوحده. على فكره ده اكبر رقم في التاريخ في نهائيات دوري ابطال اوروبا ولحارس مرمى. على الرغم من ان هو ثالث اقوى كلين شيت في الدوري الاسباني مقارنه طبعا باليسون بيكر وادرسون في الدوري الانجليزي، هم اقوى كلين شيت او افضل كلين شيت في الدوري الانجليزي، يعني نفس الرقم 21 رقم، اما اليسون كورتوا في الدوري الاسباني 16 كلين شيت، فهم الافضل رقميا. ولكن احنا شفنا اخطاء كبيره لاليسون بيكر للامانه، يعني كورتوا لا كان ماسك نفسه حارس يعني عملاق ليساهم بشكل كبير جدا في فوز فريقه خصوصا في الشامبيونز ليج. طيب تعال نروح للباك رايت. باك رايت ارنولد احسن باك رايت، ليه ادوار كبيره هجوميه بيشارك فيها بشكل كبير جدا، ساهم في مساهمه كبيره جدا بالارقام ايضا في صناعه الاهداف مع ليفربول، وهنشوف الارقام معانا النهارده. مزبوط. ارنولد من افضل الباكات اليمين اللي في العالم، اللي بتورينا الكره الحديثه ازاي تلعب كباك يمين في المشاركه الهجوميه والتغطيه العكسيه والضغط العكسي بشكل كبير جدا. التغطيه العكسيه اكيد كان في مشكله بالنسبه له في هدف ليفربول، هنشوفه النهارده مع بعض. على مستوى الاثنين السيرت باكين روديجر طبعا وفان دايك. فان دايك وروديجر الالماني طبعا مدافع تشيلسي، انا اخترنا روديجر خلاص هو دلوقتي طبعا اعلن النهارده رسميا انضمامه لريال مدريد. روبن دياز يعني انا ممكن اختاره البديل او ماتيب في من ليفربول قد يكونوا بدلاء لروديجر في افضل تشكيل. فان دايك لا خلاف عليه، يعني صحيح. رقم واحد في قلب الدفاع لازم يكون موجود. كانسيلو الباك الشمال، باك شمال طبعا المان سيتي اللي اتبنى عليه تكتيك جوارديولا بشكل كبير طوال الموسم، ليه مساهمات كبيره جدا. طب ليه يعني مش ريبرتسون؟ لان ريبرتسون عنده اخطاء كبيره جدا في التغطيه العكسيه وشفناها بشكل كبير وهنشرحها النهارده تكتيكيا في معظم اللقاءات. كانسيلو تقريبا 41% من الاهداف لمان سيتي اتت من ناحيه الشمال من ناحيه كانسيلو، والربط مع رودري وهنتكلم عليها طبعا نص الملعب كان ليه دور كبير جدا في الناحيه الهجوميه ايضا مع مان سيتي. طيب ده على مستوى حراسه المرمى وخط الدفاع. نيجي وسط الملعب، اخترت لنا دي بروين، الكانتارا ومودريتش. طبعا لا خلاف دي بروين، يعني تاخد ان هو كاحسن لاعب في الدوري الانجليزي، في ليه مساهمات كبيره جدا، افضل بوصله في كره القدم على مدار التاريخ، احسن صانع العاب فعلا، بيقدر ان هو يحرك الفريق وينقل المهاجمين بشكل كبير جدا، من بيلعب في العمق بشكل كبير جدا، ليه مساهمات هنتكلم عليها رقميا ايضا. الكانتارا يعني انا هنا شويه وقفت ان ممكن يكون في مع سيلفا ورودري من مان سيتي قد ينافسوا الكانتارا، ولكن الكانتارا في التمركزات لاعب تمركزي محوري بيلعب بشكل كبير جدا مساهمه في الناحيتين الدفاعيه والهجوميه. محمد اداء الكانتارا بعد العوده ليفربول كان بالنسبه لك مفاجاه، وانه بدا هو يبقى محور لعب ومحور مهم جدا ومفتاح كبير جدا لليفربول. هو اصبح المحور التكتيكي الاول لكلوب، ليورجن كلوب طبعا. رجع للكانتارا بتاع بايرن ميونخ، صحيح، رجع لنفس المستوى الاساسي لعب، يعني هو ده الكانتارا، ولكن في النصف الثاني من الدوري الانجليزي اثبت نفسه في طب. مودريتش